خليني بلش هلا بالفيديو اللي انتشر. شو الفيديو اللي شفناه استاذ احمد؟ كيف ممكن توصفه؟ هلا لاقول لك شغله قبل كل شيء، قبل ما اوصفه شيء، انا ما كفرت ان كل شاب فيكم، كل شاب بدون استثناء لما بتعرف على صبية ممكن يحكي معها. تمام. انا بهذا العمر اليوم انا شبعان مكتفي. تمام. التركيبة اللي تمت والفبركة اللي تمت على اساس انه اذا بتشوف الفيديو بتضحك، انه شو هاد اللي عملوا له صولة ودولة ويا لطيفة شو هو؟ اوكي. شو هو وجه وحركات تم وتركيبة مثل ما بقولوا سحجة صورة فوق صورة تانية فوق صوت فوق حكي، شيء غريب وعجيب. تمام. كيف انت كيف عرفت بالفيديو، او بالاحرى انت كنت قايل بمقابلاتك الماضيه بانه انت كنت بتعرف فيه وكان في شخص عم يبتزك وعم يقول لك بانه انا بدي نزل، هو كان باعت لك الفيديو عم يهددك؟ عم يهددني انه انا ليك انت معارض وانت كذا وانت كذا، وفتنا بحديث تافه مثله، لانه اول ما بدا بطريقه سوقيه كثير، وينك انا بسوي لك فضيحه والا انا بدي بما معنى 10000 دولار. اوكي، طلب منك 10000. فانا قلت له عشان شو اعطيك 10000 دولار؟ انت واحد نصاب محتال هشام. عم قال لي انا عم بقول لك انا او بسوي لك فضيحه احسن لك. ها ضل يفاوضني حوالي 7 ايام يحاكيني كل مره رقم شكل، كل مره رقم شكل. انا قلعته. اوكي. من ورائي ما بعرف كيف جاب رقم ابني نور وتواصل معه، او بجوز على الماسنجر ما بعرف. اوكي، يعني هو من نوع من انواع الابتزاز كان لحضرتك وكمل على نور. فانا لما وعندي اثباتات هون. طبعا. عندي اثباتات هلا، كلام وتصوير وصوت ورسائل. تمام. المهم نحن عم نشتغل على كل حال عليها القضية. رح يكون في قضية، رح ترفع قضية. طبعا قضية رح ان شاء الله رح تكون دولية، يعني عرفت، لانه عم برمي فتنة بيني وبين الشعب العراقي اللي انا بحطه تاج على راسي. تمام. عم برمي فتنة بيني وبين الشعب اللبناني اللي انا عشت عندهم 16 سنة مثل ما بقولوا واكلت من خيرهم. تمام. انا ما بنكر الخير اللي شفته بلبنان، ولا بنكر المحبه والود والاحترام اللي انا شفته مع الجاليه العراقيه لما كنت انا مدير انتاج تلفزيون ابو ظبي ب 76 ل 85. وين رايح هذا؟ عم برمي فتنه بيني وبينهم. تمام. المهم كل هالشيء بسبب، بدي ارجع مشان انا هذا اللي بدي اساله، شو هدفه؟ شو بيستفاد اذا هو نشر لك هذا الفيديو؟ هو القصد منه يا بتدفع 10000 دولار يا بدي اعمل فيديو. الهدف مادي بحت، الغايه يعني. الغايه منه هو هذا الفيديو، الفيديو اللي مدته كم دقيقه اللي نزل. تمام. اللي عم بيقول هلا ورجيتك يا انا استاذي استاذ وزير، شفته انه انا هو الغايه منه فيديو. انت عم بتقول انه كنت طالع على قناه المنار. أيه. عم تحكي وانسالت بشكل مباشر. طبعا ممكن نسمعه بس نحن كرمال الوقت. لا بس قصدي معلش اذا سمعناه بيكون في. بس هو استاذ احمد شو الرابط بين هذا الفيديو والموضوع؟ هلا انا نزلت هذا الفيديو محبه بسيد الرئيس دكتور بشار الاسد، انه بحب انا دائما اني هز الورد لشم ريحته. اوكي. فانا نزلته، بعد ما نزلته باسبوع بالضبط طلع لي هذا الفيديو. انا رح افرغ محتوى الفيديو اللي بدك تحطه استاذ احمد بس لحتى اكسب الوقت. الفيديو كنت حضرتك بمقابلة على قناة المنار، حضرتك والاعلامي اللبناني جورج قرداحي. انسألت على انه نسمع صوت معلي دقيقة نسمعه. تفضل. طبعا استاذ احمد، طب اذا اجوا قالوا لك انه الحل في سوريا يحصل غدا ويتم غدا شرط ان تتغير السلطة ويتغير النظام، لا ما بتقبل؟ لا. إذا قالوا لك تتوقف الحرب وينتهي الدمار وتعود سوريا مستقرة، ولكن الثمن الوحيد أن يغادر الرئيس بشار الأسد موقعه. لا لا، هو صمام الأمان في سوريا. لا، إن شئت أم أبيت هو صمام الأمان، ولولا بشار الأسد لدمر سوريا وصار عنا أهم من الصومال وأهم من 20. حدا ممكن يقول لك هلأ حرب كأنه الشخص أهم من الدولة عندك؟ لا، هو الرؤيه للدوله يا رجل، هو الرؤيه، هو صمام الامان. لمين هو صمام امان؟ امني باوطان يا اخي، امني. لولا وجود رئيس صادق ومؤمن في وطنه وبشعبه وبقيادته وبجيشه كنا نحن هرنا من زمان. فينا نقول الحرب اللي حصلت عنا في سوريا لو حصلت في امريكا لانتهت امريكا، واتحدى هذا الكلام. انا تسمح لي. فينا نقول استاذ احمد انت عم تقول هلا انه السبب وراء هذا الفيديو، وراء هذا الابتزاز، هو هدف سياسي بحت نتيجه مواقفك السياسيه الواضحه والصريحه. نعم.
طيب هلأ رح أروح أكتر لمحتوى الفيديو وتسمح لي أسألك مجموعة من الأسئلة اليوم العالم كلها يا عم تسأله. قبل ما أفوت على تفاصيل الفيديو بدي أسألك، كنت أنه هل اليوم بتشوف أنه أنت كنت جريء لأنك ما رضخت لمطالبه للشخص اللي كان عم يستفزك ب$10,000، أو بصراحة بتقول أنه يمكن لو كان المبلغ منطقي كنت ممكن تدفع عن حالك مستحيل. كل هذه الفضيحة مستحيل. لا خلي ينزل فضيحة. لا يا رجل أنا ما بحب حدا يولي دراعي. تمام. بالعودة للفيديو، حضرتك نفيت صحة الفيديو بمقابلاتك وقلت انه مركب وفي مجموعة من الذكاء الاصطناعي، بس في اشخاص علقت بانه الاحاديث الواردة استاذ احمد ضمن او التفاصيل اللي كانت مثل زيارة محافظ حلب، مثل مرحلة وجودك بلبنان وتفاصيل عنوانك وشو كنت هذا ماله علاقة بالفيديو. هذا ماله علاقة بالفيديو. هذا كنا نحن بحفلة حمص اذا بتتذكروا. تمام. يعني هذا الفيديو، هذا الصوت هو حقيقي. هذا حقيقي هذا. بس هو تم دمجه بالفيديو. هن دامجين 5-6 قطع بقطعة واحدة يا أستاذ. أوكي أوكي أوكي. حتى بموضوع الكلام اللي كنت عم تحكي عن أستاذ أيمن رضا، قلت إنه ممكن تبع أيمن رضا لما غلط وكأثناء لقائه مع شو اسمه هذا التيك توكر، التيك توك أيكي. اوكي لما عمل معه لقاء هذا مقلب كان عامل معه يمان نجار وحكى كلام سيء بحقك، فحكى كلام سيء بحقي انا، فانا حكيت عنه هذا الكلام انه ايمن رضا يعني حتى مستخدمين لك فيديو قديم قبل صلحتك انت والاستاذ احمد. صح. عفوا انت والاستاذ ايمن. ايمن رضا ايه دمجوا هذا الشيء مع بعضهم، عرفت كيف؟ هلا هن دامجين 6-7 قطع بقطعه واحده. اوكي يعني بس في شغلات من اللي موجوده بالفيديو هي حقيقيه. صح. اوكي صح. اي بس انه والله بعدين شو الكفر يا استاذ وجيه انه بيقول له انه حط والله مريومه وما مريومه، شو هذا؟ شو بترجاك؟ شو هو بس بترجاك؟ شو هالك يعني؟ شو الفيديو السكس هذا شالح بالزلط ربي انا بمارس الجنس العفو؟ اوكي وانت لهيك ما رضخت للمطالب؟ ما برضخله لا له ولا لغيره، حتى لو ما كلف التمام، وانا عقلي اكبر من عقله، بس هو انسان شحاد. تمام. هو انسان وصولي.